نادي الزمالك هيتعامل شويه السنه الجايه مع اللعيبه الاجانب، هنسمع اسماء مفاجاه واسماء مش معروفه، وبالفعل بداوا التواصل مع عدد من اللعيبه، منهم لعيب غاني دولي، لعيب غاني دولي كان موجود مع منتخب غانا في بطوله امم افريقيا الاخيره، باك ليفت بيلعب في الدوري الغاني بكام يا كابتن ابراهيم؟ كام؟ ب 80,000 دولار. 80,000 دولار. 80,000 دولار. ما جابش ال 100,000 دولار كمان. أي. في مدافع افريقي بيلعب في الدوري البرتغالي كمان في مفاوضات معاه، الشرط الجزائي بتاعه كام؟ 100,000 دولار. اللعيب الغاني كمان مرتبه هيكون 120,000 دولار. وفي اتجاه وبداوا التواصل مع اللعيب ان انت ممكن تاخد فلوسك بالجنيه كمان، ايوه، ما تاخدش بالدولار. نادي الزمالك هيتعامل مع الصفقات الاجنبيه بشكل مختلف خالص عن اللي كان موجود قبل كده. هشوف اللعيب كمان، اللعيب هينزل يتدرب مع الفريق قبل ما يتم توقيع العقود معاه. جوميز هيشوفه، الارقام هتنزل، وسقف الرواتب كله هينزل. في لعيبه هنا في الدوري لعيبه مميزه كان في كلام وتفكير فيهم زي مابولول ومهاجم نادي الاتحاد السكندري، بس في الاخر الزمالك خد خطوه لورا شويه بسبب ان اللعيب سنه كبير. تمام. الراجل عايز 25 26 سنه او اقل من كده كمان. بس الاتجاه الفتره اللي جايه اللعيبه الاجانب هتسمع اسماء مفاجاه، الجمهور اول ما يسمعها هيبتدي اول ما يشوف الاسم يخش ويشوف الفيديوهات والحاجه. هتبقى اضافه قويه جدا لنادي الزمالك.